عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية في الملاحة الدولية والجرائم والقرصنة التي تضر باليمن واليمنيين والادعاء بالإنسانية المغلفة بحصار تعز والمدن اليمنية والمعاناة التي بدأت منذ انقلابهم على الدستور اليمني واليمن ككل. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. وصفت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي إن ما تقوم به في البحر الأحمر والملاحة اليمنية جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وكذا أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي لن تؤثر على الاحتلال الغاشم على غزة، إنما يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية الدولية في البحر الأحمر بشكل عام. فما يقوم به ميليشيا الانقلاب جرم كبير على اليمن واليمنيين والملاحة الدولية على امتداد ساحل البحر الأحمر ومضيقه الدولي. نحن نتساءل كمواطنين وكحقوقيين، لماذا اتجهت لإيجاد صراع جديد في البحر الأحمر؟ إيش القضية الأساسية في البحر الأحمر؟ وإنما هي في هذا الامتداد وهذا الاستمرارية وهذا الانتهاك الصارخ لمسألة أمن واستقرار الملاحة الدولية وأمن واستقرار الجزيرة العربية وأمن واستقرار الدول المطلة على البحر الأحمر ونزع أمن واستقرار اليمن. إن حصار غزة يدمي القلب لما فيه من قتل الأبرياء والمدنيين العزل، وما يقوم به ميليشيا الانقلاب من حصار تعز على مدى 9 سنوات وغيرها من مدن ومحافظات الجمهورية يؤثر بشكل سلبي على الإنسان والإنسانية، وعذابات السفر من وإلى المدن اليمنية أصبح أصعب من سفر إلى بلدان العالم. فتعز مقسومة على نفسها، والعملة والاقتصاد أيضا مقسوما على نفسه بفعل ميليشيا تجيد العبث والحصار. ويأتي الآن العبث بالبحر الأحمر بذريعة الإنسانية، وحصار اليمن وتعز يمارس من ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابهم على مقدرات الوطن والدستور اليمني وحتى ما وقع عليه من مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. عبث الحوثي الحقيقة هو تغطية للجرائمة، ولو كان قادا لفتح الحصار عن تعز ولا دخل في تسوية سياسية. ما يحصل في ما بين غزة وما يحصل في باليمن بالذات في تعز من حصار أصبح كفصلين لمسرحية واحدة نفذها الحوثي في الوقت الذي يقوم فيه جماعة الحوثي للمطالبة بفك الحصار عن غزة ووقف الحرب الإبادة على غزة، في الوقت الذي يقوم فيه بإبادة أبناء تعز وحصار تعز الخانق. فلو كان جماعة الحوثي لو كانوا عندهم إنسانية ويسعون إلى استقرار وضع أبناء الشعب اليمني فكان في الأحرى عليهم أن يسعوا أولا إلى توحيد العملة اليمنية التي قتلت أبناء تعز عامة. عبث ميليشيا الحوثي في الملاحة الدولية أثر سلبا على اليمن واليمنيين، ما يتحدث به أبناء تعز وحصارهم المدقع الذي استمر 9 سنوات، حصار أصبح ينقسم مدينة تعز على نفسها وما زالت الإنسانية منعدمة من ميليشيا الحوثي، فكيف يدعون الإنسانية على غزة؟ نعايم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.